النهارده بالتاكيد ختام مباريات التصفيات الافريقيه وعدد من المباريات التصفيات الاسيويه والتصفيات الاوروبيه. نبدا مع بعض التصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم، واليوم الاخير يمكن الساعه 3 النهارده كانت في مباراتين. زيمبابوي على ارضها خسرت من غانا في هراري 0-1، وايضا ناميبيا الساعه 3 لعبت مع السنغال، المباراه اقيمت في جوهانسبرج على ملعب اورلاندو بايرتس وانتهت بفوز السنغال بثلاثه اهداف مقابل هدف. وخلاص نقدر نقول السنغال خلاص قطعت خطوه كبيره في التاهل للدور الثالث من تصفيات كاس العالم. الساعه 6 في مباراتين، جنوب افريقيا على ملعب البنك الوطني في جوهانسبرج هتستضيف اثيوبيا، وايضا الساعه 6 في برازافيل الكونغو ستستضيف توغو. الساعه 9 من مساء اليوم في مباراه ايضا الساعه 6 النيجر هتستضيف الجزائر، هذه المباراة هتتلعب في نيامي على ملعب جنرال سيتي كوتشي، هذا الملعب اللي هيستضيف إن شاء الله مباراة الأهلي أمام الحرس الوطني يوم السبت القادم الساعة 5:30 بتوقيت القاهرة، هذه المباراة تقام على نفس الملعب اللي النهاردة النيجر فيه بتستضيف الجزائر الساعة 6. في ختام المباريات الساعة 9 غينيا في المغرب هتستضيف المغرب، عارفين كلنا ان مجموعه المغرب غينيا وغينيا بيساو والسودان كلهم بيلعبوا في المغرب، والنهارده هذه المباراه هي مباراه مؤجله من الجوله الثانيه لم تلعب بسبب الحرب الاهليه اللي موجوده في غينيا، لكن غينيا اختارت ان هي تلعب في اغادير في المغرب، والنهارده هتواجه المغرب، والمغرب لو فازت النهارده هتتاهل الى الدور الثالث بشكل مباشر. التصفيات الاوروبيه لكاس العالم الساعه 9 الا ربع خمس مباريات في توقيت واحد، انجلترا هتستضيف المجر، البرتغال ستستضيف لوكسمبورغ، ألبانيا هتستضيف بولندا، السويد هتستضيف اليونان، والدنمارك هتستضيف النمسا. أبرز مباريات اليوم أيضا في التصفيات الأسيوية، الساعة 6 سوريا هتستضيف لبنان، الساعة 7 إلا ربع الإمارات هتستضيف العراق، والساعة 7 من مساء اليوم السعودية في ختام المباريات هتستضيف الصين. كل التوفيق للمنتخبات العربية في التصفيات الأسيوية المؤهلة لكأس العالم.